دونك براسلي ديال فيكسيبل والثمن خطير. ربي ماشي شري بهذا المال الله يوقف معاك. خطير جدا هذا بثمن ديال الفيس. الفيس راه 700 درهم 600 درهم دونك اليوم ب 420 هذا باش دوزنا لكم هذا. بسم الله سمحوا لي غير نشرب شويه الماء. ماشي شويه ديال الماء هادي هذا الوريد الراد كل عادي. سي محمد عافاك. واخا اختي نادين سيدي وسيدك راسو الله الله يكبر بك على ديك السي. انا غادي نوريك اختي الراد كوك كاين عندي في العميزات. غنسالي مع الاخت ما كرهناش ولكن بغيت غير المصحف. نعطي لاختي غير المصحف. بغيتي غير المصحف ما كاين حتى مشكل. حنا كلشي كان كاع لي بوسيبيليتي اللي نقدروا نديروها اختي راه غادي نديروها. علاش؟ لهذا كامل باش نرضيوكم نرضيو الله سبحانه وتعالى اولا ونرضيو الدوق ديالكم ونكونوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. فيه 32 غرام فاصلة 9. هي نبيله جبدات لي لافيش تكنيك ديال المصحف. فيه 32 غرام فاصلة 9. اعطيني الكالكول ندير لها المصحف بوحدو كيتحل ديال زمان راه عندها السلسله جو كخوا. 32 غرام فاصلة 9 ها هي اختي. 32 غرام فاصلة 9 مضروبه 420 كيبقى لك 13818 درهم. قابلت الخير ومرحبا ومبروك اللي كاين كان مكتب بياسه وحده قديمه اللي كاينه عندي فيه هي هذيك 13818. الناس ديال الاورو تقريبا 1380 دونك بالنسبه للريال مليون و 76000 ريال. مرحبا والف الف مرحبا. واختي ديروا لو سكرين ودوزي عندنا بلا الواتساب 06 31 01 35 73 وبصحتكم وتبقى انا اختي الله يسخر لك يجيب الله اللي تبغي السلسله ديالو. الراد كل عادي سي محمد. اه راه صافي قريت لي كومونتير هذا انا غادي نجاوب عليه دابا نيت. واش نبيله المدام ديالك ياك؟ اه لا لا نبيله المدام اختي. اه لا نبيله المدام مرحبا. دونك كاع لي كومونتير جاوبت عليهم. خويا علاش ملي الذهب ما كيعطيوش هاد الثمن؟ ام محمد راه جاوبت على هاد الكومونتير دو مون دون فاسون انديريكت. ما عرفنا لهاد التطلعات الكومونتير علاش ما تيعطوكش الثمن اختي؟ لانك كتاخذي ب 600 ولا 700 درهم سي نورمال كتاخذي الذهب زائد الموديل. الموديل تيكون ساوي الثمن. مي القضيه اللي عند رويال دي بيجو هي كنقول لك انايا كنبيع لك الذهب بثمن ديال الجمله او دي بثمن ديال ما الدخل. يعني انت نهار كتاخدي مثلا هاد حريم السلطان كتخلصي الذهب ديالو وكتخلصي هاد الصاني اللي جلسي زوبنا هاد الزواقه كتخلصيه. يعني وكيطلع قضيه ب 700 و 600 درهم. نهار كتجي كتبغي تبيعي كتبيعي لنا حنا الذهب كما الدخل. يعني كتمشي للكليت ديال الصنايعي كل واحد كيحسب كاين اللي 200 درهم كاين اللي 130 درهم كاين اللي حتى 300 درهم غافينيتي راه كيحسب حتى ياك فهمتي. مي انا كنبيع لك الذهب ما الدخل ما كنحسبلكش الماده ديال الصنايعي. ملي كتاخدي في الهميزات كتاخدي ب 420 430 حتى 450 الى طارت شي حاجه هبال. دونك هذا اختي فيه الكراماج ديالو. انا نقول لكم الكراماج ديال هذا. عطيني لافيش تكنيك الله يعطيك الخير. جاوبنا عافاك على البراسلي. واخا اختي انا البراسلي والله الا هو في يدي وانا كنحاول نهضر كنجاوب كل شيء اختي. صبروا عليا والله ما قدرتش. هذا الشيء كيحمق. لافيش تكنيك ديال هذا البراسلي ديال الفيس بغيتهم الصباح كان عند التليفون اليوم ما عرفتش مالو واش سخونيه واش واحد كاينين اختي ميمي لافون ميمي طال لافون كاينين اختي بلديين هما قدامي على الرام اختي والثمن ديالهم مناسب. دونك بالنسبه لهذا البراسلي ديال الفيكسيبل ديال الفيس فيه 11 غرام فاصله 55 كما قلت لكم ب 4850 درهم فيه 6 سنتيم في لي ديمونسيون 97000 ريال. ها هو اختي مرحبا ديري له سكرين ماشي مشكل. دونك انا حكم جي السيد باش نقرا لي كومونتير نورمال. ايه دونك البوطونه ديال تري بيان صافي شريف واش كاين شي تسهيلات؟ محمد بن حمان دخل اخويا الواتساب 06 31 01 35 73 ومرحبا. نشوفوا شنو بغيتي بعدايا ونشوفوا التسهيلات الا كانت شي حاجه ثقيله نقدر نديفيزيها لك سيغ دو ماشي مشكل. مرحبا لا سيدي محمد مرحبا. كاين اللي راني هضرت مع نبيله واتساب. واخا اختي انصاف بصحتك اختي الله يسخر. ها هي راه معايا تنشوفها كتكونيكتا
دونك بالنسبه للغاتكو غندوز للاخوات الكريمات الغاتكو، ندوز للبراسليات ديال التخرام للاخوات الكريمات. بالنسبه اللي غاتكو البنات ما فيش تكنيك اللي غاتكو، الله يعطيك الخير. الغاتكو ها هو كاين هذا الغاتكو، هذا كاينين جوج ديال لي غاتكو هميزه، دونك جوج ديال الهميزات ديال لي غاتكو ها هما عندي في يدي ها، وكاينين جوج ديال اليد. دونك هاد جوج هادو هما اللي بقاو ليا. كاين هاد الراتكو هذا ما عرفتش شكون فيهم، هذا ثقيل لويت الراتكو ديال العنق، الراتكو ديال العنق هذا 11 غرام فاصله 33 غرام ب 420 كيبقى ب 4760 درهم، 4760 درهم اللي هي 476 ديال الاورو اللي هي 95200 هذا. وبالنسبه لهذا فيه واخا تشوفوه مفورمي هذا هو اللي ثقيل، هذا فيه غير 9 غرام فاصله 05 كيبقى لكم ب 420 درهم. كما قلت لكم الغرام 3800 درهم اللي هي 380 ديال الاورو اللي هي 76000 ريال. ديروا لهم سكرين ودوزوهم بريفي 06/31/01/01/35/73 ومرحبا. بالنسبه اللي غاتكود اليد كاينين جوج حتى هما، كاين هذا وكاين حتى هذا، هادو هما اللي كاينين جوج. انا نعطيكم الغراماج ديالهم. بالنسبه اللي غاتكود ديال اليد هذا فيه 11 غرام فاصلة 32، 11 غرام فاصله 32 زينه وخزينه الغاتكو لا يعلى عليه، كيبقى شي حاجه اللي انيقه جدا وراقيه في اللبس ديالها. دونك هذا كيبقى لكم ب 11 غرام فاصله 32 ب 420 كيبقى لكم ب 4754 درهم اللي هي 4475 ديال الاورو تقريبا اللي هي 95000 ريال هاو. وبالنسبه لهذا الغاتكو ديال 19 غرام فاصله 5 يعني بشي حاجه متينه وشي حاجه بومبي، شي حاجه بومبي وشي حاجه انيقه جدا في اللبسه ديالها، فيها 19 غرام فاصله 5 420 كيبقى لكم 8190 درهم اللي هي 164000 ريال اللي هي 819 الاورو. ها هما ديروا لهم سكرين ومرحبا والف مرحبا. ها هما الاثمنه عندكم، الكغاماج عندكم، يلشي في العمليه الحسابيه ديروها بيديكم، واللي بغات لاسين فيديو على الميزان ما كاين حتى مشكل، الشفافيه والوضوح هي كلشي. مرحبا ألف ألف مرحبا بالجميع. وكما كتقول لكم نبيله شري باش تعاودي تبيعي، ولا شري باش نهار تعاودي تبيعي تلقاي ما هما الثمن ديال الميزات خطيرين جدا البنات، دونك كلشي موجود. ها هما ديروا لهم سكرين ودوزون بريفي مرحبا ألف ألف مرحبا. هادو هما اللي غاتكون بوندونتيف ديال الغوز، شحال بوندونتيف غوز ما عرفتش واش هذا، واخا. دونك من مور سبيتش شنو كنت نمشي ندير، كاين نبالات، نبالات ديال التخرام. دونك نبالات ديال التخرام خطيرين جدا، سرات ندوز لهم هادو، ندوز لهم هادو. نبالات ديال التخرام خطيرين، نبالات ديال التخرام على بوختي، كاينين ثلاثة ديال نبالات ديال التخرام غنبدا لكم بهادي. وكاين براسليات ديال التخرام حتى هما، ها هما ثلاثيات البراسليات ديال التخرام خطيرة. دونك اللي بغى اللي عشاق التخرام، عشاق البلدي، عشاق شي حاجه زينه وخزينه، عشاق ما كاينش الحجر مرحبا والف مرحبا. النباله ديال التخرام شي حاجه ديال الرفيع، شي حاجه فوقانيه، شي حاجه ما شاء الله تبارك الرحمن. انا نبدا لكم في البوندونتي اللي بغى، اللي كانت عاشقه التخرام في لي بغاسلي، في النبايل، في البراسلي والنبايل صافي، وفي السراتل حتى السراتل كاين النباله كتشقشق الداب ديالها كيشعل، النباله خطيره. بالنسبه لي ديمونسيون ديالها التخرام الكبير هذه فيها 27 غرام فاصله 34، الغراماج ديالها هو 27 قيدو 27 غرام فاصله 34 مضروبه في 420 درهم. كما قلت لكم الغرام اليوم في الميزات 11482 درهم، مليون و مليون و 29600 ريال. شوفي كي تتشعل السلسله ديال المصحف بوحدها شحال. لالا احلام وي نقول لك اختي السلسله ديال المصحف غيدوزي عند نبيله 06/31/01/35/73 مرحبا. هيا هاد النباله هادي لك انت لي ديمونسيون ديالها اختي، نباله خطيره جدا ديال التخرام، 6.5 ديال لي سنتيم في القطر ديالها، ولا لي في جوج في لوجيه ديالها تقريبا جوج سنتيم اكلك، جوج شريطه، جوج شريطه. ها هي كتشقشق النباله ديال التخرام غوبوست صحيحه خطيره جدا هاد النباله هادي، مرحبا والف الف مرحبا. كما قلت لكم اللي بغات تشوف الميزان ديالها ولا ما كاين حتى مشكل سين فيديو نديرها لك مرحبا والف الف مرحبا. اصلا راه كنصايب لك الميزان ديالك في غراماج بوغوسي. لالا خديجه ربي ما جبدي لي هذوك لي بوكل دوغي جاكوار سولتني قبيلات مسكينه، كاينين اختي هما قدامي انا غادي نجبدهم
هاو مالي بوك دو غي جاكوار غانا نحطهم بسم الله هادشي اللي كنبغي ربي ما واحد جوج لي بوندونتيف طايحين كبيرة ما شي حاجة طايحة ما تحركي حتى هي بديك حتى تشوف دونك هاو مالي بوك دو غي ديال الجاكوار خاصية وما نحطهم هنايا انا ندوزهم لك مرحبا سمحي لي اختي الا نسيتك راه فذكر فانما الذكرى تنفع المؤمنين بسم الله بسم الله شدي انا بلاش التليفون ديري تقلبات تقلبات شحال البلا الاولى وي اختي انا كندوزك البلد دابا انا ندوزك الثمن ديالهم كامل سمحوا لي التليفون طاح من يدي سمحوا لي الله يعطيك الخير بغيت نقاد لونغل بغيت نقاد لونغل هو وانا قيس التليفون حتى دير كن دونك بالنسبه لهذه اختي كما قلت لك الثمن ديالها بالنسبه للغراماج ديال التخرام ديال النباله 27 غرام فاصله 34 مضروبه في 11000 درهم و 482 مليون و 29600 ريال اللي هي تقريبا 1100 ديال الاورو و 48 ها هي هذا هو الثمن ديالها اخت هذا هو الثمن الاخت اللي قالت النيميرو عفاك النيميرو هو ايبانك اللي ديجا اسلام ها هو ني غزاله النباله ما شاء الله الله يبارك فيك اختي اسلام دخلي ها هو النيميرو التليفون ها هو لو كومونتير ما ايبانك اللي لتحت يبركي في افيشي بلوس ودخلي غتدخلي ديريكت الواتساب دونك بالنسبه لهاد النباله ديال التخرم انا قلت لكم الثمن ديالها لي ديمونسيون ديالها ندوزكم النباله الاخرى اللي قل منها شويه دونك هادي شويه ها هي اللي قل منها شي شويه كاع النبالات كاع الاذواق كاع البيبان كاين ان شاء الله الرحمن الرحيم عند رويال ديمج بالنسبه لهادي حتى هي التخرم ديالها غزال ورائع وما كتشدش الحوايج ملسا يعني لا فينيسيون طوب فيها بالنسبه للتخرم ديالها شي حاجه تخرم هادي فيها ديال 14 غرام فاصله 24 الغرام اللي فيها 14 غرام فاصله 24 هادي البلد ديال التخرام رائعه جدا ومضوبله 14 غرام فاصله 24 دونك مضروبه في 420 كتبطل 5980 درهم 5980 درهم اللي هي 119600 ريال اللي هي تقريبا الناس ديال الاورو 5980 ديال الاورو شعلة تخرام فيها وكتشقشق دونك هادو بجوج النبالات ها هما اللي بغات هذه الفوقانيه كدير 11482 درهم واللي ما عندهاش جادو بغات هاد الاخرى كدير 5980 درهم وكاينه حتى وحده ها هي ناقصه عليهم شويه هذه كدير غير 5048 درهم فيها 12 غرام فاصله 02 12 غرام فاصله 02 هذيك فيها 27 غرام فاصله 34 بالنسبه للثمن هذه 11482 درهم اللي هي 129600 وبالنسبه لهذه فيها 14 غرام فاصله 24 اللي هي 5980 درهم اللي هي 119600 وبالنسبه لهذه الصغيره فيها 12 غرام فاصله 02 فيها 5048 درهم اللي هي 1900 درهم 100000 مرحبا لا 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 زوجة محمد الله يخليك سيدي محمد لا هما قدامي في حقيبة الكنزة هما غادي راه ماشي غير انت اللي كتسين مرحبا زوجة محمد حبيبة زوجي أميرة أبي والله لا يخطيكم هادشي هادشي تيشهي في الزواج الله يسخر خويا ما وريتينيش الكورميط الكافي ديال السميه ما كاينش اختي ما قلت لكش غادي نوري لك هذا الكورميط الكافي والله ما عقلتش اختي الا ما جاوبتك سمحي لي دونك هما ثلاثه ديال النبالات التخرام اللي عشقات التخرام مرحبا دونك بالنسبه للتخرام فيه جوج ديال لي موديل فيه التخرام النبالات وفيها وكاينه هذه النباله هذه حتى هي مضوبله من الداخل غزاله هذه النباله هذه اللي عشقه النباله شي حاجه عطريه وعصوص ومعصرنا شي حاجه ديال الوقت شي حاجه احلام تضحك تضحك يا احلام جبات كل شيء ولا في الزواج ها هي اللي عشقات هادي هادي بالنسبه للكرامه جنابيله ديالها هادي انا نعبرها في الميزه الصغيره فيها 32 غرام فاصله 12 مضروبه في 420 كتبقى لكم هادي ب 13490 درهم ها
هذه حتى هي دونك النبايل ديال التخرام شي حاجه انيقه جدا، التخرام الرفيع، التخرام لا يعلى عليه، كيبقى شي حاجه اللي يلا اللي عشقات شي حاجه في التخرام موجود. الناس اللي انضموا معانا شحال حلقه جاكوار، واخا لا حافظ انا حطيتهم قدامي غندوزهم لك. الناس اللي انضمت معنا جداد، معكم فمكم سي محمد من رويال دي بيجو، الاختصاص ديالنا بيع الذهب عيار 18 لانتي ديال كامل في المغرب، كنفردوا بالقضيه ديال التوزيع المجاني ولا التوصيل المجاني لجميع المدن المغربيه. وفابور ما عليك الا دير سكرين لي زارتيكل اللي كتشوفوا معنا اليوم في لو لايف ولا في لي لايف ديالنا كاملين سوغ لاباج رويال دي بيجو. بلاد مناسبه كندعوكم باش ديروا لها جيم وابوني باش تبقاو ديما طالعين في طوندونس وديما طالعين في الهميزات وديما تشوفوا الهميزات نتوما الاولين. مرحبا والف الف مرحبا. دونك ها هما النبايل اللي عجبتها شي حاجه من البلد ديال التخرم، مرحبا والف الف مرحبا. انا ندوز كارتي جاكوار، مرحبا عين كمل هي عليا هي السريتله ديال التخرم وانا معك اختي. دونك بالنسبه اللي عاشقه السريتله ديال التخرم انيقه جدا في اللباس ديالها وكتشقشق، بالنسبه للتخرم لا يعلى عليه، مهني من الحجر، مهني من 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 السامبل، كيبقى مده طويله لا يموت. وكما كنقولوا زينه وخزينه، والثمن ديال 420 درهم كيشهي اكثر واكثر. مرحبا والف الف مرحبا. دونك سريتلا ديال التخرم انيقه جدا في اللبسه ديالها، كتجي على هذا الشكل، واللي عندها يديداتها صغار هادو كيجيوها رائعين في اللبسه وكيجيو روميين وغزالين وما تحيديش من يدك. وشي حاجه اللي تقدري ديري خيط لي ولا جوج للاستعمال اليومي وفي المناسبات تلبسي ثلاثه ديالك بالصحه والراحه. بالنسبه لهادو 5.5 سنتيم فيهم 23 غرام فاصله 33 اللي فيهم في العبار ديالهم، هادو 23 غرام فاصله 33، 97098 درهم، 97000 درهم، لا 9798 درهم، 9798 درهم اللي هي 196000 ريال اللي هي 970 تقريبا ولا 80 ديال الاورو. مرحبا والف الف مرحبا بالجميع. دونك ها هما التخرم دوزت لكم اختي، شحال القياس ديال النباله ديال 5900. مرحبا اختي، 5900 هي هادي النباله ديال 5900، فيها لي ديمونسيون ديالها 6 سنتيم اختي. هادي اختي غزالة هاد النبالة هادي ديال 6 سنتيم، 6 سنتيم. بالنسبة للكغاماج ديالها اختي 5980، دونك بالنسبة للكغاماج ديالها 14.24 غرام. مرحبا و ألف ألف مرحبا. ديري لها سكرين اختي و دوزيهم بخيفي 06/31/01/35/73 و مرحبا بك. دونك متنساوش البنات الحلقة ديال الجاكوار، أنا غادي ندوزيكم لي زونسومبل. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بغات الحلقة ديال الجاكوار، ها هما حلقة ديال الجاكوار، ديري لهم 3040 درهم هادو ياك نبيل، 3400 ها هما حلقة ديال الجاكوار. ها هو الجاكوار عيني حمرا كيشقشقو باغي صوت العافية تاع الجاكوار. دونك البراسليات الثلاثية خطيرة جدا في البراسليات البنات، الثلاثية خطيرة جدا في البراسليات، أنيقة جدا في اللبسة ديالها. شو على براسليات كي تيجيو كيشحموكو، هانت شو على براسليات كيشحموكو الدار ديالهم. والجاكوار، والجاكوار، والجاكوار شنو هو الجاكوار؟ معرفتش حلقة الجاكوار، ماشي جاكوار هادو. لا 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 ريتاج دابا اختي عيار 18 جاكوار اختي هما هادو عندنا. ما عرفتش الا عندك شي موديل صيفطي ليا في واتساب نشوف لك واش كاين بحالو. هادوك هما الحلقات اللي بقاو ليا ديال لي جاكوار بوحدهم، سينو لا سومين بروشين ان شاء الله غيدخلوا ليا لي موديل. لا لا ياسمينه غادي يكونوا عندي اختي السيمانه الجايه الدماج ديال الدقليبره. مرحبا، واو تحفه ما شاء الله، الله يبارك فيك. نوال بوكل ديال الحضور، دوزت اختي لي بوكل الحضور مع لي زونسومبل، كاينين حريم السلطان اختي حضور واعرين، حري مع 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 لاباك ديالهم مع النباله كاينين اختي. مرحبا. دونك براسليات خطيرين جدا هاد البراسليات، انيقين ما يمكنكمش تلقاهم في السوق حصريا عند رويال دي بيجو، وشي حاجه صحيحه. وبالنسبه للكراماج ديالهم خطيرين جدا. هادو البراسليات ديال الثلاثية ديال التخرم، الثلاثية ديال البراسليات فيها 41.9 غرام. بالنسبة لي ديمونسيون ديالها فيها 6.2 في القطر ديالها، اللي كتلبس 6.2 غادي يجيو هادو مخيرين، 6.2 في القطر ديالها، اللي كتلبس 6.01 5.9 كاع هادو واعرة. لالا يخطيك لالا إلياس ريتاج، إليس ريتاج،
وي واعره خطيره جدا. هاد البراسليات كيشقشقوا شي حاجه انيقه جدا في اللباس وطوندونس وشي حاجه واعره ورويال دي بيجو كما ولات عودتكم الوضوح والشفافيه. مرحبا والف الف مرحبا. دونك هادو براسليات خطيرين ما تنساوهمش، ديروا لهم سكرين فيهم 41 غرام فاصلة 09 ب 420 درهم، كيبقى لكم ب 17 1257 درهم اللي هي 345 الف ريال اللي هي 1725 ديال الاورو. مرحبا والف الف مرحبا بالجميع. دونك عطيني عافاك الله يعطيك الخير. عندك ندير شي حاجه انا راه فيا بوت حتى فيا براسلي. المهم الثمن اللي لقيت ديفيزي 4850. انا غادي ندوز لكم، ما كيبانش عليك الانجل، انا غندوز لكم السناسل اختي باش نبرعوا الوقت عاوتاني. الناس ديال السناسل مرحبا، نشرب شويه د الماء ونبدا معكم في الرويالات. خطيرين جدا الرويالات ما شاء الله. زيد هادشي لهنا، انا نحط لكم السناسل اختي. مرحبا الناس ديال الرويال، الناس ديال الويت، كلشي في الميزات. الناس ديال السبوله اللي بغات شي سلسله اليوم تلقاها، الشوكات، الناس ديال الشوكات. مرحبا كما قلت لكم الويت في الاشكال والانواع والتخرام في الاشكال في بوندونتيف. عايه الكرسي غايه في الجمال في الايبي، الايبي ديال 600 درهم اليوم في رويال دي بيجو 420. الرويال خطيره جدا مع بوندونتيف ديال الحضور. انا بدا لكم اختي في السناسل الخميسه هذه دوزتها واني ما فيها باس نعاودها مع البوندونتيف ديالها. مرحبا والف الف مرحبا. غندير لكم السنيسلات كاملين، غنبدا لكم في السنيسلات هذه ديال الخميسه دوزتها، مي غنحطها هنايا باش ندير لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم لايف السنيسل عاوتاني باش تعشقوا الناس اللي عاشقين معنا السنيسل. مرحبا في حقيبه الكنز، جبناهم لكم حقيبه الكنز او الحقيبه لا سامسونيت غوز ولا لا سامسونيت دي تريزور ولا اللي بغيتو تسمى كل واش سماها حقيبه الكنز الحقيبه السحريه. لا صرت ثلاث تصويره مازال ليا فوالا، فكرتيني غندوز غير صرت ثلاث ديال التصويرات. لا من بعد دابا من بعد والبراسليات سامبل ما دوزتهمش، هادو انا خليت لي ما دوزتهمش. مازال عندي البراسليات سامبل زوينين، ثلاثيه زوينه ديال البراسليات. الثمن جيت عندها لكم في السناسل، الميزات ديال السناسل حيدير لي هاتين قدام الله يعطيك الخير باش نحاول نقرب لهم يشوفوا شويه ديال الماء. الناس اللي ما هادشي واعر عندكم تبارك الله. لاله حفيظه، لاله خطيك اختي في عويناتك اختي، الله يوقف معاك اختي، الله يبارك فيك. لاله حفيظه رائع، لالا ادريسي انت اللي رائعه، على اخت الكريمه وعينيك اللي رائعين، الله يكبر بك. دونك الناس ديال الرويال مرحبا والف مرحبا. كما قلت لكم الثمن ديال الرويال الاولى دوزتها، السلسله ديال الميزات ديال براسي الرويال. انا نرجع لكم الميزات غير ديال السلسله، غندوزو اللي بغات شي حاجه غادي تلقاها ان شاء الله في الميزات ديال المصابلات والميزات ديال السناسل. دونك الميزات ديال السناسل هما قدامي، الرويال دبلونه حجره حمراء، ها هي. غنمشي للنيت بداك الترتيب اللي حطيتي ليا. دونك اللي بغات هاد الرويال، هادي رويال خطيره جدا، بوندونتيف احمر ملكي، رويال خطيره جدا بحجره حمراء. البوندونتيف كيجي على هاد الشكل هذا، وبالنسبه للرويال رائعه جدا، رائعه جدا ما شاء الله. لا وين ما درتش هكا، شوفي كيفاش غادي تلقاها. سلسلة الرويال الناس اللي لالا حياة ما دايرش اليوم اللايف ديال لويز اللي كنت موصياني ونسيتها تسمحي لي. اجي اختي قربي للتليفون وطلبي السماحة، يلاه نطلب السماحة لراسي انا نزيدك معايا. اشنو يا نبيلة؟ البنات اللي موصيني على الرويال والله الا زعما بزاف ديال البنات ما عقلتش بالضبط، كنتمنى تشوفوهم في هذا اللايف وتلقاوهم. دابا في اللايفات ديال الرويال كانوا الناس تيقولوا لها غير فاش يدخلوا عافاك وعلمينا في واتساب ما تدوزيهمش في لو لايف، وخافت الناس يتقلقوا عليها. دونك دابا تطلب السماحه مسامحين، قالوا لك لا غير لويزه لويزه لوحده والله يسامح. يلا يديروا لك الغدا لويزه راه 35000 فاش ياخذ مكتفه ب 40 درهم عندها راحوا غير العنايه غزال تبارك الله. دونك بالنسبه لهذه رويال ملكيه، دونك بالنسبه لي سنتيم ديالها هذه السلسله هذه فيها 70 ديال لي سنتيم، ولو بوندونتي فيه 8.2 ديال لي سنتيم. بالنسبه للغراماج اللي هو مهم وخطير هو 34 غرام فاصله 34، الوزن ديالها 34 غرام فاصله 34 ب 420 درهم للغرام. دونك هذه كتبقى لكم ب 14422 درهم، 1,088,500 1440 ديال الاورو.
يلا، 1,088,000 ريال، فيها 34 غرام فاصلة 34 رويال خطيرة، فيها 70 ديال السنتيم في الطول، يعني شي حاجة حد دورية، شي حاجة تكوني دايرة الزيف ولا دايرة الخمار ولا اللي دايرة بصحتك وراحتك، كتجي أنيقة جدا. وبالنسبة هاكي هاي ديري هادي وحدة بوحدة. بالنسبة للرويال الثانية، الرويال ديال الخميسة قلت لكم الثمن ديالها، أنا نقول نحطها لهم يشوفوها الناس اللي ضربوا معنا جداد، الناس اللي عاد دخلوا. بالنسبة للرويال ملكية خطيرة جدا بالخميسة، حتى هي كتجي على هذا الشكل هذا، فيها هي غير 27 غرام فاصلة 0.3، 27 غرام اللي فيها هذه 27.03 ب 420 كتبقى لكم ب 11350 درهم، اللي هي 1,027,000 ريال، اللي هي 1130 ديال الاورو. مرحبا و 1000 ألف مرحبا، جوج ديال الرويالات مرحبا، كلشي ب 420 درهم هاك. دونك بالنسبة للرويال الثالثة، رويال ديال الشوكة ديال الخضراء، فيها شوكة خضراء، فيها بوندونتيف كيجي على هذا الشكل، فيه دبلون وشوكة، اللي عندها الدبلون اللي بغات ديرو حتى شوكة تديرو حتى شوكة، ماشي مشكل، كيجيها غزير مع شي تكشيطة ولا مع شي مع الزيف. السلام عليكم، انا جديدة خديجة من فرنسا. لالا خديجة مرحبا بك اختي، ومرحبا بك عند رويال دي بيجو، ما تنسيش ديري ابوني باش ديما اختي بقى يطلع لك لو لايف ديالنا. مرحبا وبالف مرحبا بك اختي خديجة. فاحنا كنتواجدو مدينة خنيفرة وكنديرو التوزيع المجاني لجميع المدن المغربية، الدبع هي 18. مرحبا وبالف مرحبا. بالنسبة لهاد الرويال هادي غويال، اون شين غويال افيك ان بوندونتيف خطير وشوكة في نفس الوقت. بالنسبة للغراماج ديالها، فيها 35 غرام بالبوندونتيف، 35 غرام فاصلة 3، دونك كيما قلت لكم الغراماج ديالهم 420 درهم باش غنحسبو لكم الغرام، فيها 74 سنتيم، هادي اللي فيها السلسلة بوحدها 74 سنتيم. دونك وبالنسبة للثمن ديالها كتبقى لكم ب 1,095,000 ريال، 14,500 درهم، اللي هي 1450 ديال الاورو، 1450 اورو. مرحبا و الف الف مرحبا. دونك نزيد لهم الرويال الاخرى هاك، عشاق الرويال كلشي اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم، غادي تعشقوا حتى تشبعوا من الرويال. اخر رويال اليوم عندنا في لايف ديال اليوم، رويال خطيره ملكيه مع بوندونتي في حريم السلطان، كبير جدا، كتجي على هذا الشكل هذا، الرويال ديالها انيقه جدا في اللبسه ديالها. مرحبا و الف الف مرحبا. دونك شوفوا على الناس البنات ديال الحضور، الناس ديال الحضور المناسبات، الله يفتح الاعراس ويفتح ويجيب الصحه والسلام. فينا مدينه كاينين في مدينه خنيفره لالا زيان، وكنتواجدوا في مدينه خنيفره وبالضبط قصريه جواره، رقم المحل ديالنا 56. تقول لي اشنو اخر حاجه خرجت في البراسليات؟ اخر شوف ديما عندنا اخر حاجه البراسليات فيهم كثار، مي البراسليات كلشي موجود، دخلي عندي الواتساب ودخلي لاباج، راه فيهم اخر ما كاين في صيحات الموضه في البراسليات اختي. مرحبا و الف مرحبا. هاي هاي على السلسلات، الله يبارك فيك اختي. بالنسبه لهادي ديال الرويه اللي فيها حجرة الحمراء، دونك هادي مش الثمن، شحال غرامات؟ لا هادي الكبير الرويال زايد علاقه كبيره حمراء، هاي 54 غرام فاصله 13، فيها 82 سنتيم، هذه هي اطول رويال عندي فيهم، فيها 82 سنتيم. دونك انا نوريهم لكم البوسين كاملين البنات. دونك بالنسبه لهذه 54 غرام فاصله 13، 22700 درهم، اللي هي 454,000 ريال، اللي هي 2270 ديال الاورو، 2,054,000 ريال. هاك شوفوهم البوسين كي تيجيو خطيرين، الرويال ديال الحضور شي حاجه انيقه، يا سلام ما شاء الله، غزالين كيحمقوا كيشقشقوا الرويالات، كانت كيتيجيو في اللبسه خطيرين جدا. مرحبا و الف الف مرحبا. ها هي ديال حريم السلطان، ها هي ديال الخميسه، ها هي ديال الشوكه، ها هي ديال البوندونتيف الحبر، وكاع السنيسلات خطيره، الرويال كتجي معمره العين وصحيحه وانيقه. مرحبا و الف الف مرحبا، وبالصحه والراحه اللي خدات شي وحده من الرويال خطيره جدا. مرحبا و الف الف مرحبا. انا نعاود نكمل لكم الويت، الويت تاعي عندي الرويالات ساليت منهم، انا ندوز لكم الويت هميزات، عشاق الويت هميزات، ها هما ثلاثه ديال الكورميت السنسلات ديال الويت. مرحبا، عندي السنسله ديال الويت سيده لي موسيانه هنا في نيترا، الا شفتي راه غادي تطلع اللايف من الهميزات براسلي دبي، الهميزات ديال الويت فين حطيتهم هما الاخرين. كاينه هذه السنسله ديال الويت خطيره جدا، هذه بدبلونه ديال التخرب،
لويت لويت شحال فيهم لويت دغلو نقلب مستطيل ديال التخرب. دونك هادي فيها 14 غرام فاصله 27، هادي فيها 14 غرام فاصله 27 ديال اللويت. مرحبا 14 غرام كتجي الحبه ديال اللويت على اختها، وفيها بوندونتي ديال التخرم انيق جدا ومضوبل مضوبل وصحيح وزوين. وبالنسبه للغراماج ديالها كما قلت لكم 14 غرام فاصله 27 ب 420، هذه غادي تبقى لكم ب 5000 درهم 120 الف ريال اللي هي 600 ديال اورو ولا 600 اورو. كاينه هذه ديال اللويت حتى هي فيها قلب، هذه ديال اللويت حتى هي صحيحه بوندونتيف ديال لو كور، بوندونتيف صحيح وغزال وما شاء الله. هذه بالنسبه لهذه لويت دبلون مستطيل تخرم ديال القلب، فيها 14 غرام فاصله 15 دي سي ب 420، كتبقى لكم ب 5943 درهم ولا 119000 ريال. هاي ديروا لها سكرين ومرحبا. كاينه اخر سلسله ديال اللويت عندي فيهم هي هذه، فيها دبلون ديال التخرم صغير، فيها غير 8 غرام فاصله 12، هادي 8 غرامات فاصله 12 ب 420، كتبقى لكم ب 3410 اللي هي 68200. مرحبا و ألف مرحبا. كاينين هاد البراسليات اللي ما دوزت لكمش البنات غزلان، البراسليات السامبل رائعين. كيجي هاد السامبل هذا وسطهم منقوشين، جوج منقوشين واحد سامبل، خطيرين جدا هادو، براسليات خطيرين. ندير لهم سكرين انا ندوزهم لكم دابا نيت، هميزات خطيرين هادو. وفي الهميزات براسليات ديال السامبل هادو لي الاستعمال اليومي اللي كتعشق تعيد دابا ما تحيدوش من يديها وكتبغي خير هيبان عليها، فيهم 19 غرام فاصله 88 كيبقاو لكم غير ب 8350 درهم. شوفوا على براسليات تيجيو منقوشين واحد السامبل، كيجيو انيقين وكلاس وترو كلاس، 420 درهم الغرام، 420 باش حسبتهم لكم، كيبقاو لكم غير ب 8350 درهم، هي 167000 ريال اللي هي 835 ديال الاورو و 835 اورو. بالنسبه للدوره ديال يديها اللي كتلبس 5.2 حتى 5.5 سنتيم. مرحبا. وكاينين براسليات ديال 7 سرتله ديال 7 خطيره ديال الصويري، حتى هي خطيره السبع ديال هادو. هذا كاين هاد السرتله سباعيه ديال الصويري اللي بغات خير هيبان عليها، والذهب ديالها يشقشق. هاهي سباعيه ديال الصويري خطيره، في اللبسه ديالها انيقه ما فيها حتى حجره كتشعل، شتو الذهب ديالها كي داير كتشعل، سباعيه خطيره جدا ديال الصويري، كتجي معمره ديال اليد، شي حاجه اللي اراك من بعيد، شي حاجه اللي كيبان خير ويبان عليه. مرحبا و ألف ألف مرحبا. دونك بالنسبة لهاد السباعية هادي خطيرة جدا، وبالنسبة للكغاماج ديالها فيها 80 غرام فاصله 13 ب 420، كيما قلت لكم كتبقى لكم ب 33654 درهم، 33654 اللي هي 3,073,000 ريال اللي هي تقريبا 3,360 أورو، 3,360 أورو. مرحبا و ألف ألف مرحبا. وكاينة السرتلة ديال مصموت خطيرة جدا أنيقة في اللبس ديالها، ويلي على فقصة لا يفقسك أختي هازار، لا يفقسك ولا لا يحيي من يفقسك، صيفطي لنا السمية والكنية ولا دريسو النمرة التليفون وتوصل عندك حتى للدار. سرتلة ديال الوردة خطيرة هادي جدا ديال الوردة، مصموتة 48 سنتيم. دونك بالنسبة لهادي كتبقى ب 20,160 درهم، 20,160 درهم اللي هي تقريبا 320,000 اللي هي 2,032,000 ريال، لا 2,003,200 وي سي بوغ 2,200 اورو، لا ب 2,020 اورو، 2,020 ولا 2,016 اورو بالضبط. اختي خديجة العيا القرآنية دوزي لنا بلا 06-31-01-35-73 ونشوفو لك الآية القرآنية. هادي ما دوزتش هادو ديال السبولة، السبولة والإيبي، وي أنا ندوز لكم السناسل ديال السبولة والإيبي بالآية القرآنية. اختي قلنا غنديرو ساعتين، شحال دوزنا دابا؟ يلا ساعة و35
دونك كاينه هذه ديال السبوله، خطيره جدا هذه السلسله اختي ديال السبوله، بآية قرآنية عظيمة جدا. شي حاجة قلت لي وحده في واحد الكومونتير واحد النهار تنحيدو الروتين معاكم بهذه، قلت لي ويلي وشو راه ما كملو ندخلو بها البيت 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 الوضوء لي فيسي وداكشي. قلت لها اختي مالك انت غادي تضربي هادي وبهاد السلسله وداخل لي طواليت، اضربي هادي وسيري قلبي على لي بساط البساط الحوت في قاعات الافراح. واش هادي ديال الدوام؟ هادي راه للاستعمالات باش تتاد المناسبات والافراح وان شاء الله. شحال فيها من غرام ديال الصويري؟ راه قلت لك اختي الصويري فيها 80 غرام، 80 غرام يكلك 80 غرام فاصله 13 ديال الصويري. عارا نوريها لك اختي، انا اختي نوريها لك ونعاود نوريها لك. مرحبا ديال الصويري اختي فيها 80 غرام فاصله 83. هانت ها هي صرت لا واش من صرت لا 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 مولاتي مرحبا. 80 غرام فاصله 13 ديسي ها هي مرحبا. 80 غرام فاصله الا بكتي مهتمه اختي وندير لك سين فيديو عليها فوق الميزان ونديرها لك سين فيديو ملبوسه وتشوفيها مرحبا والف الف مرحبا. صرت لك كتجي معمره وكتجي انيقه جدا بالنسبه لديموسيون ديالها، واخا نعطيهم فيها بس 420 درهم للغرام، فيها 6 سنتيم فاصله 6 بالنسبه لديموسيون ديالها 6 فاصله 6 وبالنسبه للثمن ديالها 33654 درهم اللي هي 673000 ريال ولا 3 مليون و73000 ريال. مرحبا والف الف مرحبا. ها انت اختي الكريمه بعدي كتجي زوينه تخيلي فوالا كتجي ملبوسه على هذا الشكل هذا انيقه ومعمره اليد وشي حاجه كتشقشق وشي حاجه ما اروعك. شحال فيها في الدوره؟ 6.6 اختي امينه 6.6 اللي فيها. باي باي سلام. نشوفوا لي كومونتير نحاولوا كتشقشق شقشقي لهم العوينات. ها انت انا بلا كتزيد قشقش قول القياس الصويري. لا لا سعيده الصويري 6.6 سنتيم اللي كتلبس 6.5 6.4 6.3 كاع هادو يجيو يدخلوا مزيرين. اللي كتلبس حتى 6.7 8 كتدخلها شويه بلي بات لي بات ولا كنديرو ليك ما كتعجبهاش تطلع طلع عليها بزاف من فوق كدير لها شويه ديال الماء والصابون ولا كدير واحد الزويف ديال لي بات دغيا دغيا. حمقتني هذه اللي قالت ديال الحضور بيني كتحمق اختي. شوف ليا حلقه تاع اللوزه واخا اختي كان معاكم خوكم سي محمد من رويال دي بيجو اللي بهذه المناسبه كنتواجدوا من مدينة خنيفرة وبالضبط في قصارية الجوهرة رقم محل 56. تحياتي والسلام عليكم، ما تنساوش ديروا ابوني مرحبا والف الف مرحبا بالجميع.